أحبكم أشكركم أولا لأنكم وضبتم على احترام مواعيد لقاءات الأغلبية، وهذا يفسر هذا الانسجام الحكومي الموجود الناتج عن هذا الحوار الذي لا ينقطع والذي لا يستمر. حوار فيه نقاشات كبيرة، فيه نقاشات عميقة، نتفق في كثير من الأحيان، نختلف كذلك في بعض من الأحيان، ولكننا في آخر المطاف نتضامن كأعضاء للحكومة ونتحمل مسؤوليتنا بشكل مشترك. وإدارتكم لهذا النقاش أعطانا دفعة قوية مع أريحية الأخ نزار بركة وقيادته كذلك وقيادتكم وقيادتنا. هذا النقاش الذي كان واضحا وصريحا والذي سيؤهل هذه الحكومة لتلعب دورا أكبر لفائدة المواطن. المسألة الثانية الأخرى أريد أن أهنئكم ومن خلالكم أريد أن أهنئ الشعب المغربي للقيادة بجلالة الملك في إدارة الملف مع جارتنا إسبانيا، والذي أكد من جديد أنه بعد الملف الألماني حققنا انتصارات أخرى على الملف الإسباني، ولكن تلك الانتصارات التي تستهدف التعاون المشترك والسلم والأمن والحفاظ على السلم والأمن الدوليين وخدمة الشعوب الصديقة والجارة والقريبة منا، وهذا يعبر عن مدى القوة والذكاء السياسي الجماعي الذي يتسم به المغاربة بقيادة جلالة الملك لإيجاد حلول لكل القضايا والأزمات بشكل استنادا على الحوار واستنادا على تبادل الرأي والرأي الآخر. المسألة الأخرى التي نريد نؤكد عليها هو أنه نحن حكومة، شخصيا كنت خائفا من هذه الأزمة الآتية ليس من كوفيد ولكن كذلك من الأحداث التي تعرفها المجتمع الدولي والذي أكدنا فيها موقفنا الصارح والواضح مع احترامنا للوحدة الترابية لكل الدول وكذلك على الحوار بين الدول الحل بشكلها، وقلنا أنه هذه الأزمة ستنعكس بشكل سلبي، ولكن العمل الذي قدمته الحكومة وتحملت فيه الحكومة عبئا ماليا كبيرا للتخفيف من هذا التأثير السلبي، وما زالت الحكومة تتحمل العبء، تؤكد من جديد مدى مثارة اقتصادنا ومدى قدرتنا على مواجهة التحديات ومواجهة جل المشاكل الدولية وتأثيرها على الطرب الوطني. نحن مقبلون على دورة برلمانية جديدة، وأنا متأكد بأن الدورة ستكون دورة تشريعية بامتياز. لأننا سنناقش القوانين وكذلك أكدنا على السادة البرلمانية بضرورة فتح الحوار والنقاش السياسي داخل البرلمان، وأننا مستعدون لفتح هذا النقاش والتوسع فيه وتبادل الرأي باحترام المبادئ الديمقراطية واختلاف الرأي والاحترام المتبادل. لا نريد في نقاشنا لا نريد أن يكون البرلمان مسرحا لبعض المواجهات اللفظية النقاشات، ولكن نريد أن يكون نقاشا سياسيا لفائدة المواطن، نقاشا سياسيا للقضايا التي تهم المواطن، نقاشا سياسيا لجميع القضايا التي يطرحها المواطن على ممثلي الأمة والتي لممثلي الأمة الحق والمسؤولية والواجب في إطارتها وإحالتها وطرحها على السادة الوزراء. سنكون منفتحين وسنكون مهيئون للمناقشات وكذلك لتمرير مجموعة من القوانين أو للبت في مجموعة من القوانين التشريعية التي نحتاجها والتي نعتبرها منطلقا للإصلاحات السياسية والمؤسساتية داخل البلد. المشكل الوحيد الذي نملكه في الحكومة هو مشكل الوقت. سيد الرئيس، نريد أن نحقق كثير من الإنجازات لننفذ التزاماتنا والتي لحد الآن ما زلنا نحترم التوقيت لها بالنسبة للبرنامج الحكومي، ولكن كنا نريد أن نقدم أكثر. وهناك ضغط الوقت، هناك ضغط الوضع الدولي، هناك ضغط الأسعار على المستوى الدولي، كل هذا يحاول أن يفرمل هذا توجهنا، ولكن نحن في الحكومة قررنا أن ندخل في تحدي كبير، وهي نريد أن نحول هذه الأزمة الدولية إلى وسيلة مثلى لتطوير اقتصادنا ولتحقيق كثير من المكتسبات. الأزمات ليست كلها سلبية، هناك أزمات تفرض علينا أن نبحث عن حلول وأن نبحث عن أجوبة وتجعلنا نتطور وننمي بلادنا، وأعتقد بأن هذه الإمكانية متوفرة جدا والآن نحن نتعامل معها. لذلك نحن فتحنا أبوابنا لكل المستثمرين، فتحنا أبوابنا على كل من يريد أن يأتي إلى المغرب. المغرب بلد مستقل ومسلم، بلد كذلك فيه كثير فيه السلم الاجتماعي كما فيه السلم الأمني، ولذلك نحن منشرحين جدا لهذا الوضع، وعلينا كحكومة أن نشرف على عملية تطوير كثير من البرامج الاستثمارية في المغرب.